اجتياز امتحان البكالوريا، هذا الاستحقاق الوطني الهام اللي كينتظروا جميع الأسر. وبغيت هنا غير نطمئن الأسر بأن الحمد لله جميع الترتيبات والتدابير والإجراءات قمنا بها باش التلاميذ يجتازوا هذا الامتحان في أحسن الظروف، ولا سيما في ظروف آمنة. شراكة وطيدة مع وزارة الداخلية، وزارة الصحة، وزارة الشباب والرياضة لتوفير منشآت رياضية، مدرجات، وأيضا في ظروف آمنة. بغيت نقول لكم بأن قبل التحضير درنا واحد العدد ديال الإجراءات، ولا سيما إصدار الأطر المرجعية المحيّنة باش نمكنوا من التلاميذ يدوزوا البكالوريا في المواد وفي المواضيع اللي قراوهم. والجانب الثاني واللي أساسي هو الدعم التربوي، برامج الدعم التربوي خلال هذا الشهر ماي، أيضا باش يمكن نصدركوا داك التعطل اللي كان في بعض المقررات. هاد السنة إن شاء الله غيكون عندنا أكثر من 518 ألف مترشحة ومترشح، وهذا واحد المؤشر أساسي اللي كيبين القابلية والجاذبية ديال هذا الامتحان، لأن هذا الامتحان كيشكل واحد المحطة مفصلية في الحياة ديال الشباب اللي كيتوج واحد المسار الدراسي. لهذا الحمد لله كامل الاستعداد لاجتياز هذا الاستحقاق الوطني، وأيضا تنويه بجميع المدبرين لهذا الشأن، ولا سيما الأطر التربوية والأطر الإدارية. كندعي للتلاميذ باش إن شاء الله ينجحوا كاملين، وكنطلب منهم باش يحضروا أحسن تحضير لهذا البكالوريا بلا ما يكون ضغط نفسي، ولكن يكون واحد تحضير الامتحان في ظروف مواتية باش إن شاء الله يكونوا مع موعد مع النجاح.